طيب تعالى يلا بقى كده هناخد سلوك ذرات الفلزات أثناء التفاعل الكيميائي. سلوك ايه؟ ذرات الفلزات أثناء التفاعل الايه؟ الكيميائي. طب خدها قاعدة مني بقى، أي كلمة فلزات تقابلها فلزات، طالما لمحت كلمة فلزات، الفلزات دي هنوصفها بوصف إن هي كريمة. تاني حاجة هنقول عليها إيه؟ تفقد ما تكتسبش، تشحت ما تشحتش، تدي ما تاخدش. تاني لما نيجي نجيب سيرة الفلزات هنقول عليها إيه؟ كريمة. تفقد ما تكتسبش، تدي ما تاخدش، تشحت ما تشحتش. تمام كده؟ خدها قاعدة كده عشان تحفظها. طيب يبقى الفلزات دي كريمة، تفقد ما تكتسبش، تمام يا مصر. يبقى اذا هنقول له بقى سلوكها اثناء التفاعل الكيميائي، هنقول له تميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي. بتميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقة الايه؟ الخارجي. التفاعل الكيميائي ليه بتميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي اثناء التفاعل الكيميائي؟ يقلب لك السؤال ده، علل اشمعنى ليه بتفقد الكترونات، ليه بتشحت ما تشحتش، ليه بتدي ما تاخدش. الاجابة على هذا السؤال هتقول له الاكتمال. يبقى لما نيجي نجاوب على هذا السؤال هنقول له حتى يصبح مستوى الطاقة الخارجي لها مكتملا بالالكترونات. حتى يصبح مستوى الطاقة الخارجي لها مكتملا بايه؟ بالالكترونات. تمام. يبقى تاني، يبقى انت عندك لما يجي يقول لك علل تميل ذرات الفلزات الى فقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي، هنقول له حتى يصبح مستوى الطاقة الخارجي لها مكتملا بايه؟ بالالكترونات. تمام. طب لما بتفقد الكترونات يا مستر، اشمعنى بتتحول لأيون موجب؟ السؤال التاني يجيلك، بيقول لك سؤال اهو، يقول لك عندما تفقد ذرة الفلز الكترونا او اكثر، لان ممكن تفقد الكترون او اتنين او تلاتة، خلاص يبقى الكترونا او اكثر، تتحول الى ايون موجب. اشمعنى ايون موجب؟ طيب عندما تفقد ذرة الفلز الكترونا او اكثر تتحول لايون موجب. اشمعنى ايون موجب يا مستر تحديدا؟ هنقول له لان عدد البروتونات الموجبة يصبح اكبر من عدد الالكترونات السالبة، لان البروتونات الموجبة بتكون اكبر ايه؟ من الالكترونات السالبة. تمام. وطبعا البروتونات والالكترونات والنيترونات انت درستهم في الترم الاول. تمام. طيب فهنا لما البروتونات الموجبة اللي موجودة داخل النواة تكون اكبر من الالكترونات السالبة، فعشان كده بنقول على الذرة بتاعت الفلز ده ان هي تحولت لايون موجب. تحولت لايون ايه؟ موجب. يبقى اشمعنى بتتحول لايون موجب؟ اشمعنى عندما تفقد ذرة الفلز الكترون اكثر تتحول لايون موجب؟ هتقول له لان عدد البروتونات الموجبة يصبح اكبر من عدد الالكترونات الايه؟ السالبة، بمقدار ما فقدته الذرة من الكترونات. طيب عندك بقى، يلا نعرف يا مستر الايون الموجب. ايه هو الايون الموجب ده؟ لما نيجي نعرف الايون الموجب، الايون الموجب هنقول له هو ذرة عنصر اصلها ايه؟ هو موجب، يبقى اصله كان فلز، يبقى ذرة عنصر فلزي فقدت. احنا قلنا الفلزات كريمة، يبقى بتفقد ما تكتسبش، تدي ما تاخدش، تشحت ما تشحتش. يبقى هي ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى ذرة عنصر فلزي فقدت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الايه؟ الكيميائي. تمام يا مصر. طيب تعالى كده ناخد بقى امثله ونطبق على الكلام ده، هتبان بقى اكتر وهتوضح الموضوع بالتطبيق. تعالى كده نبدا. بسم الله. لما اجي اقول لك ناخد بقى سلوك ذرة الصوديوم عشان نحولها لأيون، احنا الذرة خدنا التوزيع في الترم الأول زي ما اتفقنا، النهارده بقى هناخد ازاي نحول الذرة دي لأيون. طيب
تعالوا كده يلا هناخد بقى مع بعض سلوك ذرات الفلزات اثناء التفاعل الكيميائي. لما يجي يقول لك يا مستر بص كده، لما يجي يقول لي ذره الصوديوم اثناء التفاعل الكيميائي، الصوديوم يا مستر، الصوديوم رمزه ايه؟ الصوديوم عندك ان اي 11 23، ده كده رمز ذره الصوديوم ان اي. فاكر انت عندي سلوك ذره الصوديوم اثناء التفاعل الكيميائي، الصوديوم كان رمزه ان اي 11 23. ايه ده يا مستر ان اي دي انت جبتها منين؟ اقول لك ارجع تاني للجدول بتاع الترم الاول اللي كنت قايل لك مهم جدا في الدرس الثالث بتاع الترم الاول. فاكر جدول العناصر الكبير ده؟ اهو ارجع احفظه تاني لو انت ما حفظتوش. اهو اهميته جت ايه؟ ان ايه يعني صوديوم، تبقى انت عارف كده. طيب الصوديوم يا مستر اللي هو ان ايه 11 23، ال 11 دي كانت مين فكرني بيهم تاني؟ كان ال 11 دي بنقول عليها عدد ذري، يبقى اللي كان تحت ده اهو كنا بنقول عليه الرقم اللي بينكتب تحت اسفل يسار العنصر كان اسمه العدد الايه؟ الذري. واللي كان بينكتب فوق ده اهو على الشمال كان اسمه العدد الكتلي، العدد الايه؟ الكتلي. وكان العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل النواه، او عدد الالكترونات السالبه اللي بتدور حوالين النواه. يبقى العدد الذري هو نفسه عدد البروتونات الموجبه هو نفسه عدد الالكترونات السالبه. اما العدد الكتلي كان مجموع اعداد البروتونات والنيترونات الموجودين داخل النواه. تمام. طيب عندك يجي يقول لك برضو بعض الحاجات تبقى انت عارفها وافكرك بيها من الترم الاول. كان عندك مثلا يجي يقول لك ايه؟ جسيمات تؤثر في الكتله وفي الشحنه بتاعت الذره. قال لك اللي بتاثر في الكتله وفي الشحنه كانت البروتونات الموجبه. طب جسيمات تؤثر في الكتله ولا تؤثر في الشحنه؟ النيترونات المتعادله. طب جسيمات تؤثر في الشحنه ولا تؤثر في الكتله؟ قال لك دي الالكترونات السالبه. فاكر الحاجات دي كانت في الترم الاول، فكر كده نفسك بيها تاني. فتعالى كده يلا نبدا نوزع بقى. انا دلوقتي ايه اللي هعمله؟ هنعمل زي ما كنا بنعمل في الترم الاول، نبدا نوزع الذره اول خطوه. انا عايز احول الذره دي لايون، يبقى اول خطوه هعملها ايه؟ هنروح جايين يا مستر موزعين الذره اللي قدامي دي، اعمل نواه. اهو عملت نواه، فاكر النواه بتاعت الترم الاول؟ واحط فيها زائد اهو، وانقل الرقم اللي تحت زي ما هو ال 11 اللي تحت ده اسمه ايه؟ 11. انقله هو جنبها. حد كده في مشكلة؟ وبعدين انزل كده اهو اعمل زائد وتحتها ناقص، ليه؟ علامة التعادل. وبعدين اطلع اطرحهم كده اهو، احط ناقص واطرحهم. 23 ناقص 11 يديني كام؟ لو ما بتعرفش تطرح استخدم الآلة الحاسبة، يبقى يديك 12 اهو. يلا نبدأ نوزع اهو، كلها حاجات انت واخدها في الترم الأول. يبقى هنا أول مستوى عندي يا مستر، اعتبر إن أنا اديتك كيس فيه 11 بروتون، بوزع الرقم اللي فوق مش اللي تحت في النواة، النواة بوزع البروتونات الموجبة اللي هي ال 11، أوعى ناس كتير توزع لي ال 12 غلط. يبقى إذا إحنا هنوزع ال 11 اللي فوق. طيب نوزع، أنت عندك اعتبر إن أنا اديتك 11 برتقالة، ماشي؟ هنديها مثل فلاحي كده. اديتهم لك في كيس وقلت لك اخرج من الباب ده اهو، اول واحد تقابله في الطريق اديله اتنين بس، اديله اتنين ايه بس؟ يبقى برتقانتين بس، لو اديته ثلاثة ما يقدرش يشيلهم يقعوا منه. خلاص كده؟ طيب يبقى اذا اول واحد قابلني يا مستر اسمه كي، اديته ايه؟ هتديله اتنين بس، اهو ادانا له اتنين. يتبقى معايا كام في الكيس من ال 11 برتقانة؟ يتبقى معايا يا مستر تسعة لسه. يبقى قلت لك بعد كده اي التاني اللي يقابلك اسمه ايه؟ الشخص التاني اللي قبلك اديله ايه؟ اديله 8 لو فايض معاك، اديله 8 لو فايض ايه؟ معاك. اما لو مش فايض معاك او ما كملش معاك ال 8 اديله لو فاض مثلا معاك 7 اديله ال 7، 6 اديله ال 6، طب لو معايا 9 اديله ال 9 يا مستر؟ لا ما يقدرش يشيلهم يقعوا منه برضه ويتبعتروا منه كده ما يقدرش يشيلهم. يبقى اذا اقصى حاجه تديها له 8، ما يقدرش يشيل ازيد من 8، لكن لو معاك اقل من 8 يقدر يشيلهم. طب انا وزعت اتنين اتفضل معايا في الكيس 9 اديهم له؟ لا ما يقدرش يشيلهم يقعوا منه، يبقى اذا احنا هندي له 8 بس يا مصر، ادينا له 8. يبقى 2 و8 كام؟ 10. كده انا وزعت 10 برتقانات من اللي معايا في الكيس يا مصر، بقى معايا كام؟ واحده. اديها للي قبلك يا عم، هو ده حظه ونصيبه، يبقى كي ال ام ياخد الواحده اللي اتبقى قدام. خلاص؟ يبقى اذا ال 11 الكترون بقى، احنا هنا مش هنقول عليهم 11 برتقانه، احنا كنا بندي مثل فلاحي بس، هنا هنقول عليهم بقى 11 بروتون. يبقى ال 11 بروتون دول نوزعهم ازاي؟ 2 8 1، 2 8 1. لحد كده انت واخد في الترم الاول، ما جبناش جديد يعني. طب ايه الجديد بقى يا مستر؟ الجديد عندك بقى ان احنا هنبص على اخر مدار، هنبص على اخر ايه؟ مدار، اللي هو اخر مستوى يعني. خلي بالك مستويات الطاقه دي ممكن نقول عليها مدارات، ايه المشكله يعني؟ طب ابص على اخر مدار، ابص يا عم انت فيك كام؟ قال لك انا فيا واحد.
واحنا خدنا من شوية ان الفلزات بيبقى اخرها واحد او اتنين او تلاتة، اللي هو رقم اقل من اربعة يعني، يبقى واحد او اتنين او ايه تلاتة. طب انا لقيت اخرك واحد يا عم، يبقى انت نوعك ايه؟ يبقى انا نوعي فلز. يبقى خلاص كده اطلع كده واكتب بالبنط العارض عليه كده اهو ان العنصر اللي قدامي الصوديوم ده طلع فلز يا جدعان. طيب، طب طالما انت فلز، في قاعدة يا مستر احنا حافظينها ان الفلزات تفقد ما تكتسبش، تشحت ما تشحتش، تدي ما تاخدش، يعني كريمة يعني، صح؟ تمام. يبقى نروح جايين عاملين سهم كده اهو، تمام، ونعمل اعلان عنها ان هي كريمة. نقول ايه بقى في الاعلان ده؟ نقول عليها ان هي هنا هتفقد واحد الكترون، تفقد واحد ايه؟ الكترون، شحتت الواحد اهو، يبقى تقول له تفقد واحد الكترون. طيب، يبقى هنا فقدت واحد الكترون وتتحول الى، وتعالى بقى هنا من اول هنا بقى الخطوه جدا اللي عليك الترم ده، هنحولها لايون ازاي؟ يلا معايا كده، هنروح جايين اول خطوه هتعملها افتح بوابه كبيره، فتحنا البوابه اهو، تمام يا مستر. تاني خطوه انقل اللي انت عملته، انقل النواه، كل اللي عليك بعد كده هتنقل النواه هنا اهي، انقلها لي هنا اهو زي ما هي اهو، نقلتها اهو يا مستر زي ما هي، حط فيها موجب 11، انا كل اللي فيها بنقل اهو، وتعادل 12 اهو، نقلت تعادل 12. بعد كده المستوى كي ب2، انقل صحياد، يبقى تروح جاي كاتب المستوى كي اهو ب2، كل اللي عليك بتنقل بس. بعد كده المستوى اللي بعده اسمه ايه؟ ال 8، يبقى المستوى ال ب8. طيب المستوى ام ب1 تنقله زي ما هو، يا خيبتك تنقله زي ما هو ازاي؟ يبقى انت ما عملتش حاجه لو نقلته زي ما هو، امال ايه؟ يبقى احنا ما عملناش حاجه لو نقلناه زي ما هو، ما هو خلاص اتفقد يا مستر، يبقى احنا خلاص الذره فقدته، مش هو فقد، مش هي شحتته، خلاص ما عادش موجود، خلاص كده يبقى هي اخرك 2 8 بس، صح؟ والاخير كان في واحد واتفقد، ما بقاش موجود. نعمل ايه بعد كده؟ اوعى تنسى الباب مفتوح. فنروح جايين قافلين الباب بتاعنا اهو، اقفل البوابه واشوف هنا هو فقد كام يا عم؟ قال لك فقد واحد، تروح جاي هنا اهو فوق كده اهو، تروح جاي عامل له على البوابه من فوق ده اهو اشاره واحده كده اهو، موجبه، موجب لانه فقد. طيب وممكن يا مستر بدل اشاره واحده موجبه ممكن اعمل له موجب واحد واكتب جنبها واحد؟ ممكن، يعني ممكن تعمل له موجب كده اهو، ممكن تعمل موجب كده وتكتب جنبها واحد، الاتنين صح برضه، دي صح ودي صح. طيب خلاص كده؟ خلاص كده خلصت. ايه ده؟ يعني كده الذره حولناها لايون يا مستر؟ ايوه والله حولنا الذره كده لايون. طب تعالى كده، لو عملنا مقارنه سريعه بين الذره والايون، هنلاقي ان انت عندك عدد البروتونات الموجبه في الذره، البروتونات الموجبه اللي هي ال 11، بتساوي عدد الالكترونات السالبه في مستوى الطاقه، يعني هنا 11 وبره 2 8 1 يبقوا 11 برضه، يبقى 11 البروتونات الموجبه بتساوي الالكترونات السالبه، تمام؟ دي في الذره. طب اما الايون، يبقى في الذره اللي جوه قد اللي بره، اما في الايون هتلاقي اللي جوه اكبر من اللي بره، اللي جوه ما بيساويش اللي بره. مين الكبير؟ البروتونات الموجبه ال 11 اكبر من الالكترونات السالبه اللي هم ال 10، بره 10 كده. يبقى هنا اول اختلاف بين الذره والايون ان انت عندك البروتونات الموجبه في الذره بتكون بتساوي الالكترونات السالبه، ولذلك الذره بتبقى متعادله كهربيا. اما هنا في الايون لا، اللي جوه مش قد اللي بره، البروتونات الموجبه في الايون الموجب بتكون اكبر من الالكترونات السالبه، جوه 11 وبره 10، يبقى الموجب اكبر من السالب، فعشان كده قلنا على ايون موجب. طب تاني اختلاف، انت عندك الذره بيكون عدد مستويات الطاقة فيها، بص كده هنا كم مستوى؟ واحد اتنين تلاتة، تلات مستويات. طب بص هنا عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب واحد اتنين، ايه ده؟ يعني عايز تقول لي إن عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب بيكون أقل من عدد مستويات الطاقة في الذرة بتاعته؟ أيوه. يبقى تاني اختلاف إن عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب بيكون أقل من عدد مستويات الطاقة في ذرته. شوف كلها حاجات هاتها من الفهم. طيب عندك كمان تالت حاجة، إن أنت عندك الايون الموجب بيحمل عدد من الشحنات الموجبه يساوي عدد الالكترونات المفقوده، يساوي عدد الالكترونات الايه المفقوده. فقد واحد يحمل شحنه واحده، طب لو فقد اتنين يحمل شحنتين، طب لو فقد ثلاثه يحمل ثلاث شحنات، تمام كده؟ وصلت الحته دي؟ تمام يا مصطفى. يبقى هنا ده بقى اسمه، دي ذره صوديوم، دي كده اسمها ذره صوديوم متعادله، الذره بتبقى ايه؟ متعادله كهربيا. اما هنا هنقول عليه ايون صوديوم، ايون ايه؟ صوديوم موجب. طب رمزه ايه؟
عندك الصوديوم ان ايه وعليه شحنه واحده موجبه، يبقى كده ده اسمه ايون صوديوم موج. والذره الصوديوم اللي هي رمزها عادي ان ايه العاديه بتاعتنا دي، دي اسمها ذره صوديوم. خلاص كده تمام يا مستر. طب تعالى كده اديني مثال تاني يا مستر. المثال الاولاني ده ما دخلش دماغي قوي، ناخد مثال تاني. تعالى كده اما ناخد مثال كمان، ناخد مثلا اجي اديك ذره زي دي، اقول لك ام جي 12 24. يلا كده معايا نحول الذره دي لايون ازاي؟ اهو اول خطوه وزعها زي ما انت واخد في الترم الاولاني، اعمل نواتي احط زائد وانقل الرقم اللي تحت زي ما هو اللي هو ال 12، بعدين زائد وناقص واطرحهم، 24 ناقص 12 يديني 12. بعد كده اوزع المستوى كي، اول واحد بديله 2 بس، هتديلوش اكتر من كده يقعوا منه. بعد كده المستوى 2 اللي هو ال اديله 8، 2 و8 10 اشيلهم من ال 12 يتبقى معايا 2 ياخدهم المستوى ام. طيب ابص الخطوه اللي بعد كده، ببص على اخر مدار، انت فيك يا اخر مدار كام؟ فيه 2، يبقى انت نوعك ايه؟ لو لقيت 1 او 2 او 3 يبقى انت نوعك فلز، يبقى العنصر ده خلاص انا حددت نوع ان هو نوعه ايه؟ فلز. الفلزات بتبقى كريمه، تدي ما تاخدش، تشحت ما تشحتش، تفقد ما تكتسبش، يبقى هيفقد الاثنين دول يا مصر. واروح جاي عامل سهم اوتوماتيك كده وهنكتب له على السهم اعلان، نقول له تفقد 2 الكترون، 2 ايه؟ الكترون، وتتحول الى، واروح جاي فاتح بوابه كبيره، اوعى تنسى تفتح البوابه، وانقل بس كل اللي عليك بعد ما تفتح البوابه ننقل النواه اهو، حط زائد 12 تعادل 12. بعدين المستوى كي قابلنا احطه زي ما هو باتنين، المستوى اللي قابلنا احطه بتمانية زي ما هو، المستوى ام قابلنا احطه باتنين زي ما هو، لا يبقى كده انت ما عملتش حاجه لو حطيته. امال تعمل ايه؟ خلاص ما هو اتفقد ما عادش موجود، يبقى اذا نقفل البوابه بتاعتنا وارجع. انت فقدت كام؟ انا فقدت 2، يبقى تعمل على الايون من فوق ده اهو اشارتين موجبتين كده اهو، موجب وموجب لانه فقد 2 الكترون. طب ممكن يا مستر مش عايز اعمل موجب وموجب، اعملهم كده، اعمل موجب كده وجنبها 2. صح، ممكن تعمل كده او كده، الاثنين صح. تمام، طيب بس واحده منهم مش الاثنين يعني، انا ببين لك بس. طيب ده كده اسمه ايه؟ اسمه ذره مغنيسيوم متعادله، يبقى دي ذره متعادله. اما ده اسمه ايه؟ ايون موجب، ايون مغنيسيوم موجب، رمزه ايه؟ ام جي، ام جي وعليه موجب 2، موجب 2، يبقى ده كده ايون مغنيسيوم موجب. طيب عندك بعد كده تعالى اما نحل كده الاداء الذاتي ده مع بعض. يجي يقول لك ايه؟ يقول لك من الشكل المقابل حدد، يديني شكله، رسمه مرسومه اهي، ايه المشكله يعني؟ هيخوفني يعني بالرسمه؟ عادي. مديني فيها 13 بروتون و14 نيترون، يلا هو موزعها على 2 8 3، سهل. بيقول لي نوع العنصر ده ايه؟ انا عشان احدد نوع العنصر ابص على اخر مستوى يا مصر، انت فيك كام يا عمي؟ انا فيا 3، طالما فيك 3 انا لو لمحت 1 او 2 او 3 يبقى انت نوعك فلز، يبقى اوتوماتيك نوع العنصر ده هتقول له فلز. اكتب. طب رقم 2، نوع ايون العنصر، الايون بقى بتاع العنصر ده. طب هي بما انها اخرها 3 وفلز، الفلزات كريمه يعني تفقد ما تكتسبش، تدي ما تاخدش، تشحت ما تشحتش، يبقى هيفقد التلاته ويتحول لايون نوعه ايه؟ موجب. الفلزات بتتحول لايونات موجبه، يبقى هنقول له نوع الايون، هتقول له ايون موجب. عدد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي بالايون هيبقى كام؟ وخلاص فقد التلاته ما عادتش موجوده، يبقى الالكترونات اللي في المستوى الخارجي هتبقى 8، يبقى يصبح كام؟ 8. طيب رقم 3، عدد الشحنات التي يحملها، هيحمل كام شحنه؟ هو فقد 3 يبقى يحمل 3 ايه؟ شحنات، يبقى تقول له 3 شحنات موجب. مع التفسير هتقول له لانه فقد 3 الكترونات، لانه فقد 3 ايه؟ الكترونات بس خلاص. طيب نكمل. طب بص كده على السؤال ده، يقول لك سين سؤال، عنصر عدده الذره 19، وضح مال توزيعه الالكتروني. طبعا بتوزع بترسم النواه تحط فيها موجب 19 وتعادل، لو هو مش مديك عدد كتلي ما تكتبه، ما تعملش النيترونات، بس هو هنا ده البوتاسيوم كي 19 39. خلاص كده؟ طيب عندك التوزيع الالكتروني توزع 19 يبقى 2 8 8 1. خلاص كده؟ ده التوزيع بتاعه. طب نوعه ايه؟ طالما اخر واحد يا مستر يبقى ده نوعه لا فلز. طب نوعه ايه؟ طالما اخر واحد يا مستر، احنا خدنا الفلزات اخرها 1 او 2 او 3، اخر واحد يبقى نوعه فلز. سلوكه اثناء التفاعل ايه؟ هتقول له يفقد الكترون مستوى الطاقه الاخير له ويتحول الى ايون موجب يحمل شحنه موجبه واحده، لان الفلزات كريمه بتفقد ما تكتسبش، تدي ما تاخدش، تشحت ما تشحتش. تمام؟ تمام، نكمل. طب تعالى كده يلا
اما ناخد سلوك اللي في الذات اثناء التفاعل. احنا